هنتقل بيكم الى خبر اخر، وده اخبار مهمه بقى هنخش بيها داخل مصر. وزاره الاسكان النهارده بتقول ان تم اعفاء 80% من غرامات التاخير لو المواطن المستحقات المتاخره على الوحدات السكنيه والاداريه والمهنيه والمحلات والاراضي في المدن الجديده. انا هشيل من عليك 80% من غرامه التاخير، 80% لو انت جيت وسددت. كويس، اظن ده محاوله من الدوله لاظهار مدى الجديه في انها تحل مشاكل الناس. هو مش داخل ان هو يعمل لك ازمه، هو عليك غرامات تاخير كتير وانت تعثرت. طب انا هشيل غرامات التاخير 80% منها اهو، تعالى ابدا ادفع معايا. المهندس عمرو خطاب متحدث باسم وزاره الاسكان، مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير استاذ محمد، اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. على من تسري هذه او هذا القرار؟ هو طبقا لقرار مجلس اداره هيئه المجتمعات بالامس وبرئاسه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، هيتم ان شاء الله اعفاء 80% من قيمه الغرامات المستحقه على المتاخره على الوحدات السكنيه او الاداريه او المهنيه والمحال وقطع الاراضي بانواعها ومساحتها، وايضا الفيلات والوحدات الشاطئيه بالمدن الجديده. كويس. بعد اذن حضرتك، تقريبا كده الغرامات بتكون مشكله كام في الميه من المطلوب منه؟ يعني انا لو مواطن مصري وعندي شقه انا اتاخرت في السداد، الغرامات اللي بتشيلوها دي بتخفف تقريبا كام في الميه؟ هو طبعا تيسير ورفع العبء الغرامه اخطر بكتير واهم من المستحقات، لانه لما بيكون المواطن او الحاجز بيحجم عن دفع الاقساط بسبب انه لما يروح يدفع الاقساط المتاخره بيبقى عليه غرامات ضخمه جدا. فطبعا لما يكون عليه اربع او خمس اقساط طبعا بيبقى فيه انذار بسحب الوحده واجراءات سحب الوحده او الارض او النشاط اللي هو عليه على الوحده، فبالتالي بيتعرض لمشاكل قانونيه وبيتعرض لازمه ماليه، وده بسببه علشان كده الدوله يعني طيب. زي ما سيادتك تفضلت كده الدوله بتحاول تيسر على الحاجزين بهذه الاجراءات. طيب بعد اذن حضرتك بقى السؤال التالي، انا اشكرك ان انت شلت ال 80%، هل ممكن تقسط لي المبلغ المتبقي عليا علشان اقدر ادفعه ولا لازم اجي ادفعه مره واحده؟ هو طبعا بيكون بالفعل هو مقسط، يعني بالفعل اللي بياخد قطعه ارض او وحده سكنيه او فيلا هو بالفعل بيكون عنده اقساط وعنده تمويل عقاري او اي تمويل من اي نوع حسب الكراسه الشروط اللي هو اشترى بيها. كويس، يعني انت هتشيل انت يعني هنساعد في ان احنا هنشيل الغرامات بنسبه 80%. كويس، بس بشرط انه يسدد كل المتاخرات بقى من الاقساط عشان القديمه، يعني لو عليك اربع خمس اشهر سدهم ما يتعثرش وكمل عادي مش كده؟ اه بالظبط بالظبط. واحنا طبعا عايزين نوجه لعنايه سيادتك والساده المشاهدين لحاجه مهمه قوي، الشروط الهامه قوي انه يلتزم بالتوقيتات المحدده في التنفيذ لو كان بينفذ قطعه ارض وبيبني مصنع او بيبني فيلا او بيبني شقه او بيبني عماره، والشرط الاهم انه يكون لسه في حوزته الوحده، ما يكونش صدر لها قرار الغاء وتم سحبها بالفعل وبقت في حوزه جهاز. لا اللي اتسحب خلاص انتهت المساله. لكن لو كان جاله انذار بالسحب لكن لسه في حوزته يقدر ان شاء الله ربنا ييسر الاحوال ويقدر يسدد المستحقات المتاخره. مهندس عمرو خطاب متحدث باسم وزاره الاسكان، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الايضاح.